نتابعه مع حضراتكم وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة فعاليات جلسة الحوار الأولى للشباب والتي تأتي نتاجا وثمرة للمؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد في أكتوبر الماضي بشرم الشيخ والذي كان بحضور وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الجلسة الأولى للشهرية أو الجلسة الأولى الشهرية لهذا الحوار أيضا تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. من المنتظر أن تكون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أكثر تركيزا حيث سيتم التطرق إلى عديد من الموضوعات والرؤى التي تم الحديث عنها في مؤتمر شرم الشيخ الوطني الأول للشباب. أيضا مشاهدينا الكرام المشاركة في هذه الجلسة جلسة الحوار الأولى يشتمل على عدد من الشباب ما يقرب من 1000 شاب وفتاة إضافة إلى إعلاميين ونواب وبرلمانيين ومشاركين في صناع القرار. تعد هذه الجلسات حلقة وصل فيما بين المؤسسات الدولة والشباب كي يكون هناك تواصل بشكل كبير بينهم وبين بعضهم البعض وحتى يتم استثمار واستغلال طاقة هؤلاء الشباب الذين هم قادرون بالفعل على تنمية المجتمع والمساهمة في نهضة الوطن وازدهاره. من المنتظر أن تكون هذه المشاركة بنسبة 30% من الذين حضروا الفعاليات بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شرم الشيخ و 60% للذين لم يحضروا هذه الفعاليات بحضور سيادته حتى تكون هناك مشاركة عادلة لجميع الشباب. شباب الأحزاب مشاركون وأيضا عدد من الشباب العاديين أو المنتمين إلى وزارة الشباب والذين يعملون بشكل تطوعي ومشاركين في هذا العمل بشكل تطوعي في تنظيم أو تنسيق هذا المؤتمر أو هذه الجلسة. أيضا هناك مشاركات من الشباب في مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية. مشاهدينا الكرام أيضا تقدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن يتم التطرق للحديث عن أن تكون الجلسات الشهرية التي سوف يتم عقدها بشكل شهري لمتابعة رؤى وآراء الشباب فيما يتعلق بالعديد من الموضوعات ومتابعة أيضا التوصيات التي تتعلق بمؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في أكتوبر لتفعيلها أو تنفيذها على أرض الواقع. من المنتظر أن يكون هناك مقترح بأن تكون هذه الجلسات في كافة المحافظات أي كل محافظة يكون لها نصيب من هذا الأمر. وكما نتابع مع حضراتكم الآن وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز المؤتمرات المنعقد به الجلسة الأولى للحوار الوطني. حلقة هي إذن من التواصل من القيادة ومؤسسات الدولة. الرئيس الأب الذي يتحدث بكل بساطة مع أبنائه دون تخمين أو تهوين. الرأي والرأي الآخر، تبادل الخبرات المختلفة والتفكير بشكل أرحب لسنوات تنتظر شباب مصر، تنتظرهم من أجل التنمية، من أجل العبور إلى الديمقراطية والحداثة، من أجل بقاء هذا الوطن واستقراره.